ولمتابعة تطورات المشهد الفلسطيني على خلفية استمرار المقاومة في صد هجمات الاحتلال والضغط الذي يمارس على حكومة نتنياهو داخليا وخارجيا والرغبة الدولية في إقامة دولة فلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جمال حويل. حياكم الله دكتور جمال. تحياتي لكم، تحياتي لشعبنا العراقي العظيم، تحياتي لكم من جنين التي ما زالت تشهد على مقابر الشهداء العراقيين الذين قاموا بطوفان الأقصى في عام 1948 لولا التآمر ونقص الإمدادات مع هؤلاء الأبطال العراقيين التي ما زالت مقبرة الشهداء ماثلة على تطهير هذا الشعب العظيم. حياكم الله، وأرحب أيضا بضيفي من القدس المحلل الاقتصادي الفلسطيني الدكتور وائل كريم. حياكم الله دكتور وائل. أهلا بك، مساء الخير. مساء الأنوار. لعلي أبتدأ معك دكتور جمال، يعني هذا العدوان يستمر إلى اليوم أو حتى اليوم الثامن بعد المئة رغم كل هذه الضغوط، لربما ظاهريا ولكن هناك ضغوط دولية تمارس على دولة الاحتلال وهناك بطبيعة الحال ضغوط داخلية، يعني كيف يفسر استمرار هذا العدوان حتى هذه اللحظة؟ يعني بداية تحية لأبطال المقاومة وأبطال العزة والكرامة لهذه الأمة، أبطال المقاومة المتواجدين الآن ونحن على الفضاء مباشرة في الأنفاق منذ أكثر من 108 أيام بدون طعام أو أكل أو شرب ومصابين ومجروحين وفقدوا أسرهم وعائلاتهم، ولكن ما زالت إرادتهم وعزيمتهم وإيمانهم وقدرتهم على الانتصار وتلقين هذا العدو الدرس تلو الدرس. أبطال المقاومة حققوا انتصارا في 7 أكتوبر وما زالوا يحققون الانتصار في صمودهم الأسطوري على دولة ماركة منحطة إرهابية كبيرة مدعومة كل الدعم من أمريكا والغرب عسكريا ويعني ماليا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وحتى استخباراتيا. ولكن أخي العزيز، الآن هناك يعني وضعت قيادة الحرب وكابينة الحرب أهداف كبيرة جدا من أجل تحقيقها في معركتها وعدوانها وحرب على شعبنا في غزة، وهي تهجير أهلنا في غزة والقضاء على المقاومة وعلى رأسها حماس، وايضا يعني اعاده المخطوفين بدون بقوه السلاح. ولكن الى اسرائيل الى الان لم تحقق اي هدف من هذه الاهداف، وكل مره يجتمع الكابينت من اجل اعاده واعاده صياغه اهداف هذه المعركه. هذه المعركه الكل يدرك تماما بان استمرار هذه المعركه هي فقط لحسابات شخصيه وانانيه وحزبيه لبنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير الذين يريدون الاستمرار في وضعهم وفي وجودهم في الحلبة السياسية. وبالتالي هناك رأي عام كبير جدا داخل إسرائيل وعلى رأسه يعني مسؤول رئيس المعارضة لابيد وأيضا جينتس وإزجنوت وغيره من كابينة الحرب يريدون وقف هذه الحرب مقابل تبادل الأسرى. ولكن بنيامين نتنياهو يدرك أنه في اليوم الأول الذي تنتهي في هذه الحرب فإنه سيكون خارج الحلبة السياسية وقد يكون في السجون الإسرائيلية بتهم الفساد والرشاوي وبتهم تفكيك المجتمع الإسرائيلي وبتهم تحمل مسؤولية أرواح 1400 صهيوني قتلوا في عمل الطوفان الأقصى. وبالتالي هناك حسابات شخصية أكثر منها عسكرية وميدانية وسياسية لبنيامين نتنياهو. طيب دكتور وائل، يعني إلى أي مدى يؤثر الوضع الاقتصادي في استمرار هذه أو هذا العدوان حقيقة الذي يريد بنيامين نتنياهو إطالة أمده أو أمده؟ صديقي، يعني من المواضيع المهمة دائما في الحروب وفي هذه الحرب بشكل خاص نتيجة طبعا تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد الداخلي في داخل إسرائيل الذي أدى بالتالي إلى تراجع في كل المؤشرات الاقتصادية. الحديث عن عجز حكومي يصل إلى 6.6% في سنة 2024. هناك يعني تهديد واضح من شركات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هناك تكاليف حربية تصل إلى ما يقارب مليار دولار يوميا تتكبدها أو يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي من خلال المصاريف العسكرية المباشرة وأيضا من خلال الخسارات في الناتج القومي نتيجة وجود عدد كبير من الجنود في جنود الاحتياط في الحرب. وبالتالي هذا الموضوع يؤثر تأثير كبير بعيد المدى على إسرائيل. الموضوع الأهم من ذلك والذي يعني من الصعوبة تصحيحه في غضون فترة قصيرة هو موضوع الأمن والأمان في إسرائيل. الآن لا أحد يستطيع أن يتحدث عن إمكانية
أن يكون هناك أمن في إسرائيل، لا على مستوى الاستثمارات الخارجية ولا على مستوى العمال الأجانب الذين عزفوا عن الدخول إلى هذا الكيان، لأنهم فهموا بأن مفهوم الأمن في هذه الدولة بات غير ممكن، ولا يمكن أن تخرج هذه الدولة من هذه الدائرة التي أدخلت نفسها فيها، وهي كونها دولة حرب تحارب، إن لم يكن الموضوع كل سنة ليكن كل سنتين. وبالتالي الإمكانية للثبات وإمكانية استقطاب استثمارات خارجية إلى هذا الاقتصاد بات الآن تقريبا غير ممكن. ولذلك هناك ضغوط ليست بسيطة على الحكومة من قبل يعني جهات مختلفة، وخاصة بنك البنك المركزي فيها، بتحديد مدة زمنية من خلالها يستطيع المستثمر أو الذي يريد أن يتعامل مع هذا الاقتصاد أن يفهم إلى أين وجهت هذه الدولة. لا، حتى الآن لا توجد أي وجهة لهذه الدولة، إن كان على المسار السياسي وإن كان على المسار الاقتصادي وإن كان على مستوى المسار العسكري. الخطط والأهداف التي وضعتها إسرائيل حتى الآن لم تحصل عليها مطلقا، بل بالعكس، يعني الخبراء العسكريون في داخل الجيش الإسرائيلي يقرون ويعترفون بأن إمكانية تحصيل هذه الأهداف بات الآن غير ممكن، وعلى الأقل لا يمكن يعني الحصول على الطرفين، إما القضاء على حماس وإما تحرير الأسرى، ولا يمكن يعني الحصول على الهدفين معا، لأنه استمرار الحرب معناه القضاء على الأسرى بشكل كامل. لذلك هذا التضارب الذي بدأ الآن يحصل بين جهات مختلفة، إن كان في الائتلاف الحكومي وإن كان في المعارضة الحكومية، بات يضغط بضغط كبير جدا على هذه الحكومة، والضغوطات بدأت تأتي من الشعب، لأن الشعب الآن يتظاهر وبدأ يحتج بأنه ماذا تريد هذه الحكومة؟ هل هي الحرب فقط من أجل حماية بيبي نتنياهو من القضاء الإسرائيلي؟ أو المحاسبة؟ وهل هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى أي فائدة إلى الكيان الإسرائيلي؟ هذا الموضوع بات الآن واضح حتى للجمهور الإسرائيلي بأنه هذه الحرب ليس لها أي فائدة، طيب، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي، ولذلك يجب إنهاءها. على المستوى الآخر، المشكلة أن هناك ضغط كبير من قبل اليمين الفاشل المتطرف الموجود في هذه الحكومة وقطعان المستوطنين الذين يعني يقومون بما يقومون به في الضفة والقطاع، من اعتداء على الممتلكات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وبناء مستوطنات. بالمناسبة نعم دكتور وائل، يعني حول هذه النقطة، دولة فلسطينية، لذلك هذا الموضوع عمليا يضرب الحلم الإسرائيلي، طيب، أو الحلم الصهيوني بإقامة دولة للشعب اليهودي. طيب، يعني حول هذه النقطة التي ذكرتها أنتقل بالسؤال هنا للدكتور جمال. دكتور جمال، هناك الآن بدأت أصوات تخرج سواء من الأوروبيين بحسب صحيفة فاينانشال تايمز التي يعني دعت، أو الاتحاد الأوروبي حث أعضائه على معاقبة إسرائيل إذا واصل نتنياهو رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. مثل هذه المواقف كيف يمكن تفسيرها؟ هل أتت متأخرة أم هي فقط إعلامية أم ماذا؟ لا، هي فقط يعني مواقف إعلامية فقط لا غير، ولا نعطيها أي اعتبار. كان الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إذا كانوا صادقين في موضوع الدولتين أن يوقف إطلاق النار أولا. إذا هم كانوا عاجزين عن وقف إطلاق النار وعاجزين عن وقف الانتهاكات والإجرام اليومي في الضفة الغربية وفي القدس بالتحديد، فبالتالي كيف سيعطونا دولة فلسطينية؟ أنا باعتقادي كل هذه يعني بعض الطروحات هي ظل اضطراب في العيون، وأمريكا لن تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني. المطلوب إذا كانوا يريدون دولة فلسطينية تطبيق قرارات شرعية دولية، وهذا الموضوع ليس بحاجة إلى شرح كبير جدا وإلى تفصيلات كثيرة. وبالتالي أخي العزيز، نحن نقول حتى الدولة الفلسطينية التي طرحها الأمريكان، سواء منزوعة السلاح أو القدس موحدة عاصمة إسرائيل أو الكتل الاستيطانية موجودة فيها، يعني هاي دولة بقايا كما سماها البعض، أو دولة أو دولة أو نص دولة يعني. فبالتالي هذه الدعوات أنا باعتقادي لا ترقى إلى المستوى الجدي. إذا أرادوا أن نتحدث في السياسي، عليهم اولا ان يوقفوا اطلاق النار في غزه وايصال المساعدات وفتح المعابر لاهلنا في غزه. نعم، ولكن نعم استاذ جمال، هنا السؤال، والمناقشات والجدل هنا واضح. استاذ جمال، هنا السؤال، يعني هم اكتشفوا بان يعني او خبروا
أن الضغط العسكري والضغط السياسي لن يجدي نفعا. حماس يعني لها موقعها في غزة، وهي لربما فكر أكثر ما أنها يعني حركة عسكرية أو سياسية. إذن على ماذا يعولون في هذه الطروحات؟ لماذا تبدو طروحاتهم بعيدة عن الواقع؟ يعني باعتقادي أخي العزيز، أنا يعني استمعت لوثيقة حماس، وأنا باعتقادي أن وثيقة منطقية، وثيقة تشرح معاناة الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب عن 100 عام منذ وعد بلفور إلى الآن، وتشرح المعايير المزدوجة والظلم العالمي، التباكي على أطفال اليهود ونساء اليهود، وعدم الاهتمام لعشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه الوثيقة قالت بأن حماس حركة وطنية فلسطينية ذات فكر إسلام، يعني حركة فلسطينية وحدودها داخل الوطن الفلسطيني، وهي ملتزمة في القوانين الدولية في تعاطيها وفي معركتها وفي حربها مع هذا الاحتلال، وبأنها تعاطت مع في عملية طوفان الأقصى مع العسكريين فقط. ولكن هناك حدث بعض الأخطاء، هذا له علاقة بانهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهم قاموا بقصف المدنيين، وأيضا بعض المدنيين الفلسطينيين تصرفوا بشكل أو بآخر هنا وهناك. ولكن إسرائيل إلى الآن ما يقارب 30 ألف ما بين شهيد وفقيد، 70% من الأطفال والنساء، والعالم متفرج وكأنه لا يوجد شيء في يعني غزة. إذا أخي العزيز، الكل يحاول أن يفكر في اليوم التالي لنهاية العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، وكأنه حماس هزمت، وكأنه حماس غير موجودة. حماس هي جزء رئيسي من هذا الشعب الفلسطيني، وأنا أتحدث معك، أنا عضو مجلس دولي في حركة فتح، وأقول بأنه لن يكون هناك مستقبل لقضية السياسية بدون شراكة حقيقية ووحدة حقيقية، كما يقول دوما القائد الأسير مروان البرغوثي، لأنه شركاء في الدم شركاء في القرار. إذا الوحدة الوطنية والمستقبل القادم من يستطيع رسمه هو الشعب الفلسطيني فقط لا غير. أما أنا بقول لأمريكا وأوروبا بأنه عصر عصمة الأمم والانتداب وعصر الأمم المتحدة والوصاية انتهى وولى من زمان. الشعب الفلسطيني الذي استطاع أن ينتصر على هذا الاحتلال الصهيوني المجرم الذي كان يدعي ويقول بأنه دولة نووية ويمتلك التكنولوجيا والاستخبارات وبدعم كامل من الغرب وعلى رأسه أمريكا مباشرة والمشاركة في الحرب، استطاعت أن تحقق هذا الانتصار وما زالت تحقق المفاجآت. المقاومة والشعب الفلسطيني الأقدر على بناء مستقبله من أي أفكار ومن أي نصائح كاذبة من هذا الغرب، الذي كان رقيبا وحاميا لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 48 وإلى الآن. نعم دكتور وائل، يعني بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، تكلفة الحرب يعني لامست 60 مليار دولار كما تعلم. السؤال الأهم هنا، كيف سيغطي كيان الاحتلال كل هذه التكلفة؟ هل يكمن الحل بوقف الحرب أم أن وقف الحرب فقط لم يعد يجدي نفعا، خاصة يعني مع تململ ربما دافع الضرائب الأمريكي أو الأوروبي من جدوى دفع هذه الضرائب لدولة ترتكب مجازر، وهي الآن يعني هناك دعوة أمام محكمة العدل الدولية بحقها؟ الموضوع الاقتصادي هو اعتبار مهم، يعني هو من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولكن للأسف ماكينة الإعلام الإسرائيلية تعمل بشكل حثيث جدا لتخدم أجندة بيبي نتنياهو لإقناع الشعب الإسرائيلي بأن التهديد الخارجي هو تهديد أكبر بكثير من التهديد الاقتصادي، وبالتالي يجب أن يتحمل الشعب التراجع الاقتصادي والفقر وشح الإمكانيات، وأن الدولة سوف تدخل إلى مرحلة جديدة في غضون السنوات المقبلة من التقشف والتراجع في المؤشرات الاقتصادية، وذلك من أجل حماية إسرائيل. هذا هو المفهوم الذي يحاول الإعلام الإسرائيلي بثه إلى المجتمع الإسرائيلي، ولكن الآن بدأنا نرى بأن هناك بعض من الصحفيين والمفكرين الكبار الذين بدأوا يقولون بشكل واضح بأن هذه الحرب ليس لها أي جدوى. يجب الآن على إسرائيل أن تفهم بأنها يجب أن تخضع للقوانين الدولية والقرارات الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، إقامة كاملة وتنفيذا كاملا لهذه القرارات، لأنه إذا لم يكن هناك تنفيذ كامل، حتى لو كان التنفيذ منقوص، سوف يكون يعني استمرار لهذا الصراع، ولن تصل إسرائيل إلى أي مرحلة من الأمان مستقبلا. ولذلك يجب أن يكون هناك قيادة جريئة بما يكفي
في الجانب الإسرائيلي كي تقول نعم يجب أن نحل ونجد تسوية معينة مع الشعب الفلسطيني من خلاله نعطي هذا الشعب الإمكانية لإقامة دولته، وأن الحلم الإسرائيلي الذي كان مسبقا والذي أقنع بيبي نتنياهو الإسرائيليين بأنه يستطيع أن يمحو الحلم الفلسطيني وأن ينهي هذه القضية بدون أن تكون هناك دولة فلسطينية بات الآن مستحيلا، وأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن حقه الأساسي بإقامة دولته. هذه النتيجة هي الانتصار الكبير لما جرى حتى الآن. الشعب الفلسطيني انتصر بأنه أولا فرض نفسه على الساحة الدولية، فرض القضية من جديد على الساحة الدولية، ولا يمكن الآن لأي إنسان في العالم أن لا ينتبه لهذه القضية، وأن هذا الصراع هو الصراع الأساسي في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة باتت تفهم بأنه إدارة هذا الصراع في كل الفترات التي كانت سابقا كانت هي السياسة والاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة. الولايات المتحدة لم تكن جادة مطلقا في أي مرحلة من المراحل بأنها تريد أن تحل الصراع، هي كانت تريد أن تدير الصراع. وإدارة الصراع هو عملية تخدم المصالح الأمريكية أولا على المستوى الاقتصادي من ناحية طبعا المحافظة على هذه الصراعات من أجل بيع الأسلحة والتدخل السياسي والعسكري متى تريد في الشرق الأوسط، وهذا هو يعني كرت الدخول لها إلى الشرق الأوسط. والآن بدأت الدول العربية في أماكن كثيرة تفهم بأنه هذه الصراعات يجب أن تنتهي. الصراع السعودي الإيراني بدأ الآن يعني يأخذ منحى مختلف، ولكن هناك من يقول نعم دكتور رائل هناك من يقول أن دعوة الولايات المتحدة تخاف على مصالحها، ولذلك بدأت تعطي مثل هذه الوعودات بأنها تريد أن تقيم دولة فلسطينية. ولكن لماذا لا تتدخل لوقف الحرب؟ لم أسمع السؤال. لماذا لا تتدخل لوقف الحرب، لوقف هذا العدوان؟ لأنه ليس في مصلحتها إنهاء الصراع. يعني هي إذا انتهى الصراع عملياً يعني الولايات المتحدة سوف لن يكون لها أي إمكانية لتكون في الشرق الأوسط. من يريد أن تكون الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ الولايات المتحدة تتدخل عندما تفتعل الصراعات، إن كان الصراع في بين روسيا وأوكرانيا، وإن كان الصراعات التي افتعلتها في اليمن، وإن كانت الصراعات التي افتعلتها في أفغانستان وباكستان، وكل هذه الصراعات أقامتها الولايات المتحدة من أجل من ناحية اقتصادية تسويق كل إمكاناتها العسكرية، ومن ناحية أخرى أن تفرض نفوذها، لأن من خلال هذه الصراعات تبقى موجودة وتتدخل وكأنها هي الوسيط الذي يجب أن يحتمي به الأطراف المختلفة. والآن ترى أن الولايات المتحدة تقف مع القوي وليس مع الضعيف، وإن كانت نيتها خير المنطق يقول بأنها يجب أن تتدخل لمصلحة الضعيف، لأنه الضعيف هو الذي المظلوم، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تبقي في استراتيجيتها موقف الظالم والمظلوم دائما، لأن هذا الموقف هو الذي يعطيها الحق بأن تتدخل متى أرادت، وهذه هي الاستراتيجية الأمريكية. المشكلة أن شعوب المنطقة لم تفهم هذا الموضوع إلا في الفترة الأخيرة. رأينا أن بعض من الجهات المختلفة في الشرق الأوسط بدأت تفهم بأنه يجب أن تحل هذه الصراعات، وللأسف اليهود هم عمليا يجروا إلى هذا الصراع، ولم يفهموا بأن ما تقوم به الولايات المتحدة هو إدخال إسرائيل إلى مرحلة من الحرب المستدامة التي لا تنتهي. وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القدس عبر سكايب المحلل الاقتصادي الفلسطيني الدكتور وائل كريم، كما أحيي ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جمال حويل. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.